مشاهدينا الكرام أينما كنتم أسعد الله مساءكم بكل خير. النهاردة حلقة جديدة وبرنامجنا في بلدنا المحروسة، ولكن في البداية بتتقدم الزميلة إيناس سلامة بكامل اعتذارها عن عدم تواجدها معانا اليوم لظروف خارجة عن إرادتها، وإن شاء الله هتكون معانا الحلقة القادمة. النهاردة في حلقتنا هنبحر مع ضيفنا الكريم بين ضروب وطرقات القانون، نتعرف منه على أهم القضايا والمشاكل التي بتشغل الرأي العام المصري. سيادة المستشار عاطف الطنايحي، برحب بحضرتك النهاردة سيادة المستشار. أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك، ربنا يخلي حضرتك. سيادة المستشار، النهاردة معانا موضوع مهم جدا بيشغل الرأي العام وتقريبا موجود في كل بيت، ألا وهو إيصال الأمانة. سيادة المستشار، منازل كثيرة دمرت وأسر عديدة تفككت، وكل ذلك بسبب التوقيع على إيصال الأمانة. فإحنا النهاردة بصدد حلقة نتكلم فيها عن إيصال الأمانة بشقيه، القانوني بالنسبة للقانون الجنائي والقانون المدني. فسيادة المستشار، نحب نعرف من حضرتك النهاردة إيه هو موضوع إيصال الأمانة وكيفية كتابته بطريقة صحيحة، وهل له قالب قانوني محدد؟ تفضل سيادة المستشار. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين الكرام. بالنسبة لمشكلة إيصال الأمانة، هي بدأت تظهر على السطح في الأونة الأخيرة منذ 10 أو 15 سنة الماضيين، لما ألغي القانون، تم تعديل القانون التجاري وتم إلغاء التعامل بالشيكات الخطية. كان قبل كده كان كل التعامل كان بالشيكات الخطية، لذلك كانت يعني ظهور إيصال الأمانة، كانت هذه الجريمة ما كانتش منتشرة، كان كل الشغل قائم على الشيكات الخطية. لما ألغي التعامل بالشيكات الخطية بدأت جريمة أو بدأت التعامل بإيصال الأمانة، علشان طبعا حضرتك عارف ان السوق التجاري والتعاملات ما بين الناس لازم أن يكون في حاجه ان هم من خلالها يبداوا يتعاملوا، فكان ايصال الامانه. ايصال الامانه او الجريمه اللي بتترتب عليها اللي هي الماده 341 اللي حددت عقود الامانه، خمس عقود على سبيل الحصر، منها اللي هو الشائع اللي هو ايصال الامانه. ايصال الامانه ده عبارة عن إقرار بيقر فيه، أقر أنا فلان الفلاني بأن أنا تسلمت مبلغ قد كده من فلان لتوصيلهم لفلان. ده هنا بيكون هنا بقى القالب اللي أنت بتتكلم عليه، اللي هو القالب بتاع إيصال الأمانة. يعني هنا عندنا سيادة المستشار قالب قانوني محدد، ولا هل هناك صيغة ممكن يعني نمشي عليها صيغة مختلفة؟ لا، هو ما فيش قالب محدد، يعني ما يعني حتة اللي هو إيصال الأمانة اللي هو منتشر في المكتبات ما هوش ده القالب المحدد، هي دي الصيغة. ممكن أي صيغة تانية من خلالها بيتبين القاضي بأن فلان تسلم من فلان مبلغ، وأن ده كان بعقد من العقود الأمانة اللي جات على سبيل الحصر في المادة 340. طب احنا سيادة المستشار معانا صورة دلوقتي بالنسبة لشكل إيصال الأمانة اللي متعارف عليه. تمام. هل حضرتك ممكن توضح لنا ايه اللي يعني كيفية كتابته؟ ده هو وان احنا ازاي نملى البيانات بتاعته سيادة المستشار؟ هو ده نموذج. ممكن انا اكتب بخط ايدي اللي مكتوب في الإيصال ده، ممكن يكون كله مكتوب بخط اليد. تمام. تسلمت انا فلان الفلاني بطاقة رقم قومي كذا من فلان الفلاني مبلغ وقدره قد كده لتوصيلهم لد فلان. حسب النموذج اللي معاك ده في ثلاث اطراف، الطرف الاولاني اللي هو فوق خالص اللي هو المدين اللي بيكتب اسمه، وبعد كده رقم القوم بتاعه، بعد كده الطرف المستفيد اللي هو صاحب الدين نفسه، الثالث اللي هو الرقم او الاسم اللي هو هيبلغ له او هيوصل له المبلغ بتاعه. يعني اذا يا سيادة المستشار نقدر نقول ان احنا عندنا بصدد لإيصال الأمانة ممكن يكون ثلاثي الاطراف. طب هل من الممكن يكون عندنا شكل تاني ان هو بين طرفين؟ ممكن. طب ازاي يا سيادة المستشار؟ اصل ايصال الامانه ما هوش قاصر على النموذج اللي معاك ده، ده هم خمس عقود، ممكن يكون عقد وديعه، ما ده ثنائي الاطراف. تمام. تسلمت انا فلان الفلاني من فلان
مبلغ وقدره قد كده تمام على سبيل الوديعة، يبقى كده أصبح ثنائي الأطراف وأصبح عقد من عقود الأمانة. ويقطع طبعا قانونيا للمادة 341. طب ممكن حضرتك تقول لنا نبذة كده عن المادة 341 تاني نفكر بيها المشاهدين يا فندم؟ المادة 341 حددت عقود الأمانة على سبيل الحصر، يعني ما ينفعش نقيس عليها إن أنا الـ هسلم الحاجة دي على يا إما على سبيل الوديعة تمام أو الإيجارة أو الرهن أو الوكالة أو عريضة الاستعمال أو عريضة الاستعمال تمام فندم. دول خمس حالات ما ينفعش إن أنا أقيس عليهم، هم خمس حالات لازم القاضي يقتنع بأن هناك تسليم تم بالفعل وأن التسليم ده كان في إطار أحد العقود اللي اتنصت عليها المادة 341. يعني احنا كده المادة 341 المشرع أخضع فيها إيصال الأمانة للعقوبات الجنائية فيه. طيب إزاي يا سيادة المستشار أقدر أحرك الدعوة الجنائية بالنسبة لإيصال الأمانة؟ الدعوة الجنائية لها طريقين، يا إما هتكون عن طريق شكوى إلى قسم الشرطة بيتقدم صاحب الشأن أو وكيله سواء الخاص أو العام، لأن في بعض القضايا في التبديد بتشترط وجود وكالة خاصة. أكيد طبعا، زي مثلا ما قلنا قبل كده، زي مثلا إيه الزوج والزوجة في قائمة منقولات الزوجية، لازم أن الزوجة يكون في وكالة خاصة. يعني مثلا حضرتك زي ممكن مثلا تبديد المنقولات زي تبديد العفش مثلا. تمام، دي وكالة خاصة. أما مثلا إيصال الأمانة زي النموذج اللي معاك ده، احنا وضحنا الكلام ده في الحلقة السابقة. ممكن يكون الوكيل العام أو صاحب الشأن بنفسه بيتقدم بطلب إلى قسم الشرطة إلى قسم الشرطة. أيوة، وبيقدم فيها نموذج من الإيصال، صورة منه وصورة من الوكالة. وبياخد أقواله. وهنا بقى الأهمية كلها في إيه بقى؟ لما بيتسأل بيقول له المبلغ ده كان على ايه، ممكن يقول له كان دين عليا. تمام، كان دين عليا. هنا القضيه دي بمجرد ما بتوصل للقاضي بيدي فيها براءه، يدي فيها براءه. ليه؟ لان هو كده العبره بحقيقه الواقع مش بما هو مكتوب. يعني يكون ممكن معاك مكتوب ايصال امانه اهو، لكن عند سؤاله بيساله، لان طبعا امين الشرطه اللي قاعد ده ما هوش بتاع استعلامات. أكيد ده هو اللي انت بتقوله هو بيكتبه. اكيد اللي انت بتقوله هو بيقول بيكتبه. بيقول له الايصال ده كان نتيجه ايه، ممكن يقول له كان دين عليا ان انا سالف منه فلوس وكان دين عليا. كده اصبح هنا مفيش شق جنائي في هذه القضيه، اصبح دين مدني. دين مدني، اصبح دين مدني. كده بمجرد ما بتوصل للقاضي وقرا الكلمه دي بيعلم عليها وبيدي فيها براءه. لكن المتعهد عليه او المتعارف عليه انه بيساله ان هو المبلغ ده كان بعقد من عقود الامانه وكان على سبيل الامانه. في الحالة دي النيابة العامة بتحركها جنائيا وبتبدأ تنزل تاخد جلسة وبتنظر أمام القضاء. ده الطريق اللي هو الجنائي. يبقى إذا حضرتك سيادة المستشار عندنا طريقين لتحريك الدعوة، ده الطريق الجنائي، طريق مباشر وطريق غير مباشر. مظبوط كده؟ ده الغير مباشر. طيب اتفضل حضرتك سيادة المستشار. الطريق المباشر بقى اللي هو بحركها عن طريق جنحة مباشرة. تمام، وبتكون قرين دعوة مدنية، بتكون قرين دعوة مدنية. بدعي مدني في صحيفة الدعوة بتاعتي وبرفع الدعوة بتاعتي بصحيفة جنحة مباشرة، وبتاخد بتتعرض على النيابة، بتاخد جلسة وبتنزل قدام القضاء. ودي في فرق ما بين دي وما بين دي في حاجة مهمة جدا. أكيد طبعا. الأولانية اللي هي الطريقة العادية، في حالة ما بتوصل للاستئناف بيشترط حضور المتهم بشخصه. يعني لازم المتهم لازم يكون حضرتك موجود في الاستئناف. أما في الجنحة اللي هي المباشرة دي لو سدد الكفالة بيحضر. طب الاستئناف ده بيبقى في درجة كام سيادة المستشار؟ ما هو أول درجة. أول درجة عندنا أو لا، أول درجة الحكم بيبقى أمام محكمة الجزئية. تمام، صادر الحكم من أمام المحكمة الجزئية ليه خلال 10 أيام إن هو بيستأنف. بيستأنف، بيروح بقى محكمة الاستئناف. إذا كانت متحركة بالطريق العادي لازم يحضر بنفسه. إذا كانت متحركة بالطريق المباشر جنحة مباشرة بيسدد الكفالة والوكيل بتاعه بيحضر الجلسة بتاعته. طب سيادة المستشار، أنا كده بقى أنا حابب أسأل سؤال. إحنا عندنا دلوقتي في سندين، إيصال الأمانة وعندنا الشيك. وطبعا الشيك كان عندنا نوعين، الشيك الخطي وتم الغائه، والشيك البنكي اللي هو متعرف عليه حاليا. تمام، ممكن حضرتك نعرف الفرق بين السندين ومزايا وعيوب كل منهما؟ لا، ده فرق شاسع. يعني الشيك البنكي ده في حد ذاته أداة ائتمان، أداة وفاء. الشيك أداة وفاء، أداة وفاء، أداة وفاء. بمجرد يعني بتتعامل بمال، انت بتتعامل بمال. اما ايصال الامانه ده بيبقى اضعف بكتير، أضعف بكتير من الشيك. الشيك قوي وله حماية قانونية قوية. أما إيصال الأمانة ممكن يخضع لتحقيق، تدفع بأن انتفاء وقعد التسليم، يجيب شهود، لها إجراءات تانية. أما بالنسبة للشيك، الشيك قوي جدا جدا جدا. طب نيجي بقى لنقطة مهمة جدا سيادة المستشار، وهو التوقيع على بياض.
ودي حاله طبعا يعني معروفه وبتمر علينا يوميا. ممكن نوضح لحضرتك مدى خطورتها؟ هو حته التوقيع على ايصال امانه على بياض، وكانك انت كده بتفوض الطرف الثاني ان هو يكتب اللي هو عايزه. ليه حضرتك؟ انا دلوقتي ايصال امانه على بياض، تمام، ممكن لما نيجي نكتب هيكون الألم اللي أنا وقعت بيه هيختلف عن الألم اللي أنا هنملى بيه البيانات. أكيد هنملى بيه البيانات، لأن هنا بيجي الطرف الثاني قدام المحكمة ويقول إن مفيش وقع التسليم وإن ده كان إيصال أمانة كان على بياض وأنا مضيت على بياض، وبيطعن بالتزوير على المضمون مش على توقيعه بقى، على المضمون اللي هو بتاع إيصال الأمانة، وبيقول إن هو تم ملء الفراغات في ظرف مغاير عن الظرف اللي انا وقعت فيه. بيروح الطب الشرعي، الطب الشرعي بيبحثها ويقول بالفعل ان هنا التوقيع تم في ظروف مخالفه تماما عن الظروف اللي هو مضى فيها. ده حضرتك طعن بالتزوير. لا ده انا بس بتكلم عن جزئيه الايصال على الامانه. تمام. بس هنا برضو ارجع اقول لك ترجع لقناعه القاضي نفسه. لقناعه القاضي نفسه، ممكن القاضي نفسه رغم ان الطب الشرعي قال ان هو كان على بياض وتم املاؤه في ظروف اخرى مغايره وبمداد غير المداد، وعلى الرغم من ذلك ما ياخدش بالدفع ده ويقضي بحبس المتهم ويقول لك ان ده يعتبر تفويض منه لصاحب الشأن ان هو يملاه. وقاضي تاني قناعته الشخصيه يقول لك ان هو طالما ما كانش في ذات التوقيت وانه كان في ظروف مغايره يبقى ما فيش وقع التسليم وبيدي براءه. يبقى وقعه واحده بيختلف فيها الامرين. ممكن قاضي منطقيه البيانات يعني ممكن دي بتبقى عمليه قناعه للقاضي نفسه، قضاء يعني. ممكن وقعه واحده ايصال امانه على بياض بيخش دايرتين، الدايره دي بتدي فيه براءه، الدايره دي بتدي فيه ادانه، رغم ان الوقعه واحده وان تقرير الخبير واحد ان ايصال الامانه كان على بياض وتم ملئه في ظروف اخرى مغايره، لكن ده قناعته كده وده قناعته كده والامر متروك للقاضي، لان دي مساله موضوعيه بتخضع لتقدير القاضي نفسه. طيب في سؤال برضه يا سياده المستشار بيطرح نفسه هنا، هل ايصال الامانه يورث في حاله وفاه احد الطرفين المدين والدائن؟ تمام. اتفضل حضرتك. في حاله وفاه المدين نفسه، المدين نفسه توفاه الله كده الشق الجنائي سقط خلاص، لكن الدين أصبح دين على الورثة ولا ترك إلا بعد سداد الديون، لا ترك إلا بعد سداد الديون. فهنا صاحب الشأن بيعمل إعلام وراثة، بياخد تصريح من المحكمة وبيعمل إعلام وراثة، بيرفع بيعمل أول إنذار رسمي على يد محضر للورثة إن والدكم كان مدين بمبلغ قد كده، وبيلجأ إلى طريق أمر الأداء وبياخد حكم من المحكمة. ده إذا كان المتوفي هو المدين. أما إذا كان الدائن هو اللي متوفى كده بيحق لأي من الورثة من أولاده اللي هم في إعلام الوراثة إن يحرك الدعوة أمام الخيارين سواء جنائي أو مدني. تمام. سواء جنائي أو مدني. طب بالنسبة يا سيادة المستشار لتحريك الدعوة، يعني دائما المتعارف عليه إن بيحرك الدعوة الشخص الأصيل اللي هو الدائن، هل ممكن الشخص الثالث عنده إمكانية إنه يحرك الدعوة؟ طبعا لا، لأن ملوش صفة كده. لأنه دلوقتي ده بيصبح شاهد. قوام من قضية التبديد إيه؟ ركن التسليم. ركن التسليم إن القاضي يقتنع إن الراجل ده تسلم مني المبلغ اللي موجود في عقد الأمانة. طب الطرف الثالث ده هيسلم إليه. طبعا. مش هيستلم، هيسلم إليه. فأصبح إن هو الطرف الثالث لو هو أقام الدعوة بتاخد براءة لأن هو كده ملوش صفة. طب انتفاء ركن التسليم هو ركن ضروري طبعا، الركن الأساسي يبطل الإيصال طبعا. لا يبطله من الناحية الجنائية، من الناحية الجنائية. طب الناحية المدنية لا، ياخد حقه طبعا، بياخد حقه بس بيسلك طريق آخر بقى اللي هو السؤال الأولاني اللي أنت كنت سألته اللي هو الطريق الجنائي والطريق المدني. في حالة ما القضية مثلا إيصال أمانة بياخد براءة أمام المحكمة الجنائية بيلجأ إلى الطريق المدني. إلى الطريق عن طريق أمر الأداء، عن طريق امر الاداء. طب سياده المستشار والحوار طبعا شيق جدا، بس احنا فاصل وهنعود. ماشي. سياده المستشار عدنا تاني حضرتك بعد الفاصل، وقدامنا يعني سؤال مهم يخص الطعن بالتزوير، واحنا عندنا في ماده الماده 215 من قانون العقوبات، وعندها بيتحول ممكن يتحول المبنى عليه لجاني. طب احنا عايزين نفهم النقطه دي يا سياده المستشار، يعني ازاي ابقى انا مجني عليا واتحول لجاني؟ تمام، اتفضل حضرتك. هو ايصال الامانه طالما وصل للمحكمه حاجه من الاثنين، يا انت بتقر الدين ده
انك بالفعل انك انت وقعت عليه وان الدين ده عليك وتبدا تسدد والمحكمه تاجل لك، يا اما تقول ان انا اصلا ما وقعتش على هذا الايصال وانه تم تزويره علي صلبا وتوقيعا. فانا بطعن بالتزوير على التوقيع بتاعي وعلى اللي في الايصال، يعني الايصال كله انا ما لا وقعت عليه ولا مضيت الكلام اللي فيه. ايه اللي بيحصل؟ بسدد الامانه القضائيه، بتروح الطب الشرعي بيبدا يستكتبني، بجيب اوراق مضاهاه، بيبحث الموضوع بحث دقيق وفي الاخر بيكتب التقرير بتاعه. حاجه من اتنين، يا اما بالفعل انا وقعت على هذا الايصال يبقى الجريمه تامه بناخد العقوبه، او ما وقعتش لا صلبا ولا توقيعا. يبقى هنا كده بيقضى الصلب هنا يا مستشار اللي هو التحرير اللي هو توقيع. التوقيع يعني هو هنا الصلب اللي هو تحرير بيانات، الصلب اللي هو البيانات، البيانات فهمت. التوقيع اللي هو توقيعه تمام. اذا جاء التقرير وقال ان هذا الرجل لم يوقع على هذا الايصال لا صلبا ولا توقيعا وقضي بالبراءه، ايه اللي بيحصل بقى؟ ان هو بعد كده بتحرك الدعوه الجنائيه ضد مين؟ ضد الشاكي نفسه، اصبح متهم، المجني عليه اصبح متهم بتزوير في محرر عرفي اللي هي الماده 215. اللي هي الماده 215. طب بالنسبه لحضرتك يا سياده المستشار، المشرع اكد على ثلاث اركان لابد من توافرها عشان اقدر اثبت وقعه اللي هي خيانه الامانه. ممكن حضرتك نتعرف على الاركان ديت؟ هو الركن الاساسي، الركن الاساسي في جريمه التبديد هو التسليم. هو التسليم. التسليم. ده الركن الاساسي في جريمه التبديد هو التسليم. لذلك القاضي لما بيتشكك، لما تشكك بان في مفيش وقعه تسليم، بيحيلها للتحقيق، بيحيل الدعوه للتحقيق وبيجيب شهود، بيلزم الطرفين ان هم يجيبوا شهود، واذا تيقن له ان مفيش تسليم بيدي براءه. احنا كان عندنا دايره من الدوائر كانت بتعطي في كل قضايا التبديد، سواء كان قائمه منقولات زوجيه او ايصالات امانه، كانت بتدي فيها كلها براءه، كلها براءه. دايره استئنافيه كمان بتلغي حكم اول درجه وبتقضي بالبراءه بمجرد ما المتهم يمثل امام الهيئه، ومجرد ما بتساله تقول له هو انت كنت واخد الايصال ده ليه؟ يا باشا ده انا كنت جايب ثلاجه لبنتي ولا جايب سرير ولا جايب حاجه. براءه براءه براءه. فكانت اصبح عبء على النيابه ان هي بدات ان هي تطعن على هذه الاحكام بالنقد، وبالفعل تم الغاء معظم هذه القضايا. طبعا ده بيرجع لقناعه القاضي. هو قناعته ان الدايره باكملها كل قضايا التبديد، يبقى كان الراجل داخل بالفلوس في جيبه عشان يديها للمجني عليه، لا القاضي اعطاله براءه ياخد فلوس ويرجع بيها تاني. المجني عليه حاجه من الاثنين بقى، يا يستنى لما الطعن بالنقد يرجع، يا اما ياخد الايصال ويرفع يعمل بيها امر اداء مدني، يرفع بقى دعوه مدنيه بامر اداء مدني ويخش بقى ايه في الطريق او الدهاليز بتاعه القانون المدني اللي هو الطريق الطويل اللي ممكن ياخد سنه او سنتين. طب احنا سياده المستشار عايزين نتكلم في المنطقيه تحرير الايصال، يعني المنطقيه والموضوعيه، يعني ما ينفعش مثلا واحد يكون الحاله الماديه بتاعته مش متيسره ولاقي ايصال الامانه مكتوب فيه مثلا ارقام مبالغ فيها. تمام. فيعني القاضي بينظر لمثل هذه الامور كيف يعني؟ هو القاضي مالوش دعوه بالكلام ده، اذا كان لان صاحب الشأن هو اللي بيطعن او بيدفع بانتفاء وقعه التسليم، او يقول ان التوقيع مش توقيعي، او ان البيانات كانت على بياض وتم، لكن القاضي هيقول له انت ليه كتبت المبلغ ياما او المبلغ شويه؟ انا بقول لك دي قناعه شخصيه من القضاه. كل قاضي وله قناعته الشخصية. أكيد طبعا. في الإيصال أمانة سواء كان بعشرة جنيه أو بمليون جنيه، هي الجريمة وقعت. هي الجريمة وقعت. كبر المبلغ أو صغره ما بتفرقش. في بعض الدوائر لما بيلاقي المبلغ كبير بيدي أقصى عقوبة للثلاث سنين. يعني وبعد العقوبة بتبتدي من تقريبا 24 ساعة لثلاث سنوات. دي بتبقى برضو كل دايرة ولها قناعة شخصية. في قاضي بيدي سنتين، قاضي بيدي، وفي قاضي بيدي أسبوع. وفي قاضي بيدي اسبوع. بيبقى الايصال الامانه بمليون جنيه وبيدي اسبوع. وفي قاضي تاني يبقى ايصال امانه ب 100 جنيه وبيدي ثلاث سنين. بيدي ثلاث سنين، دي بتبقى كل قاضي وله قناعته الشخصيه. طب سياده المستشار نتنقل لجانب اخر وهو الاكراه او الاجبار في توقيع الايصال. تمام. فناخد مثلا يعني ايه وليكن شخص تم اجباره على توقيع ايصال امانه. في هذه الحاله ايه الخطوات اللي يقدر يتبعها علشان يضمن، يعني من اجل انه يضمن حقه؟ اولا التوقيع على ايصال امانه دي جنحه، اما الاكراه على توقيع كده دخل في جنايه، دخل في جنايه، يعني دخل في مؤبد، يعني بمجرد
ما الشخص المجني عليه ده توقع الى ان مثلا حد خطفه او احتجزه او اكرهه سواء ماديا او معنويا طبعا. وخلاه يمضي على ايصال ان هو بيعمل اثبات حاله. طبعا مثل هذه الجرائم نظرا لاهميتها المباحث بتتولاها وبتعمل تحريات عنها والنيابه بتحققها بتتحصر تحقيق وبتحقق، واذا ثبت بالفعل ان هناك اكراه مادي او معنوي وقع على الايصال هنا اصبحت جنايه. طب سياده المستشار، يعني هننتقل بقى لنهايه الموقف. هنعتبر ان انا اخذت حكم بالنسبه لايصال الامانه، تمام، ولكن اصطدمت بعقبه التنفيذ، تمام. طب ايه الخطوات اللي انا اقدر يعني اسلكها من اجل ان انا انفذ الحكم الصادر ليا وفي عجاله عشان احنا وقت البرنامج سياده المستشار؟ هي التنفيذ هي يعني حاليا بدات تتحل مشكله التنفيذ، لان معظم الاحكام دلوقتي عن طريق الكمبيوتر بدات تنزل على المداخل البلاد والمخارج، وبدات ان الداخليه اصبح عندها نشاط غير عادي في عمليه التنفيذ. فهي مشكله التنفيذ كانت مشكله الاول، بدات ان هي تتحل الا في بعض القضايا اللي هو مش معلوم مكانه او ساب المكان راح مكان تاني اخر. لكن التكنولوجيا الحديثة بدأت وزارة الداخلية أن هي تستخدمها وبدأت تربطها بالعديد من الخدمات، أن هو يجي يعمل أي خدمة من الخدمات، يروح المرور يلاقي عليه أحكام، يروح هنا يلاقي أحكام. فعملية التنفيذ بدأت تتحل عن طريق التكنولوجيا اللي استخدمتها وزارة الداخلية. سيادة المستشار، الوقت مع حضرتك بيمر سريعا وان شاء الله لنا لقاء اخر واخر. سعدنا بسيادتك سيادة المستشار وتشرفنا حضرتك. اعزائي مشاهدينا الكرام، النهارده الحلقه بتاعتنا مرت بسرعه جدا، وان شاء الله بنوعدكم بحلقات جديده. وطبعا بنتوجه بشكر لكل جروب البرنامج، ونخص طبعا الست معانا سيادة المستشار طبعا، وعندنا المخرج الجميل الاستاذ وليد عماره، والمخرج الجميل محمد عبد السلام، وكل الجروب بتاعنا طبعا، والمشرف العام الاستاذ حسن مسبيرو. اعزائي المشاهدين، دمتم بخير.